اتأخرت ليه؟ بقالي ساعة واقف مستنيك. أنت مين يا عم وعايز إيه؟ أنا عبدو واكسة، شغال هنا، الشغلانة. الشغلانة؟ أمال فين موسى؟ موسى تعب، وأنا مكانه. طب والنبي يا أخويا، أنا بنت خالتي بس تعبت شوية، وعايزين نطلعها لدكتور مجدي. بنت خالتك؟ الفولة عندي، تعالى ندخل جوه وبلاش السياح. ماشي. أقول لك إيه؟ ده الشغلانة دي حلوة، فيها قرشين. حلو فيها قرشين. ما تاخدني معاك، ده انا ادرجي. ما تفولش انت فيها بس، ربك يسهل. يعني ايه بتخبط لك 2-3 في اليوم؟ 2-3 في اليوم ايه؟ هي قطط وكلاب، دول بني ادمين، ارواح. يعني 1 ولا 2 في الاسبوع كده. يعني تاخد لك كام على الراس؟ تاخد لك كام على الراس ايه؟ انت هترغي معايا. يلا عايزين نخلص، نطلعها الاول وبعدين نشوف دكتور مجدي، وبعدين نستفل سوا. يلا. يلا. نخلص. انا قلت اقدم السبت. وأعمل لك كوباية شاي تظبط دماغك. تسلم إيدك يا سيدي. اللي هو دكتور مجدي فين؟ أصل أنا يعني ورايا شوية مشاغل. أنا لقيت حد عنده جوه في المكتب، فقلت أستنى لما يخرج. اللي هو مفيش حد بيقبضك غيره. ما ينفعش حد يقبضني غيره يا غشيم. أصل الشغلانة بتاعتنا دي ما تحبش الوش الكتير، كل ما الأيادي تكتر فيها، كل ما تقل بركتها وتتكشف. أنا مش فاهم الشغلانة دي أصلاً. امال عمال تقول لي انا بورم، انا بفهم كل حاجه، بتاخد كام على الراس؟ يا راجل انا مش فاهم الشغلانه بالظبط، بس سامع ان قرشها حلو. بص يا سيدي، انت اعتبرها دليفري، يعني دليفري بني ادمين، نشقط الزبون من دول، نخدره ونوديه المستشفى، وهنا بقى يعملوا معاه اللازم، يفضوه من كل حاجه، قلب، كلى، كبد، قرنيه، يبستفوا كل حاجه في مكانها لغايه ما تروح لصاحب نصيبها. يعني بيبيعوها قطاعي. يعني انت بيدخل هنا حته واحده ويخرجوه حتت، وانت بقى بيحاسبوك على الحتت ولا بيحاسبوك على حته واحده؟ لا انا غلبان، انا باخد حق الشحن بس، التفريغ انا ماليش فيه. بص بقى، برضه قعدت ترغي معايا في الكلام وما شفتليش دكتور مجدي فين. الله يخليك، روح شوف فين بقى هو، اصل انا خلاص دماغي طقت من الكلام معاك. لا ده انت لسه هترغي كتير قوي. شايف الكاميرا دي؟ سجلت لك كل اللي انت قلته. بس انا مش عايز ازيع. ده انا هزيع وهلف حبل المشنقه حوالين رقبتك. انا الرائد عبد الحميد السكري. مباحث. ما تخلص يا احمد، البنت هتفوق من البنت. ثواني يا دكتور، ما توترنيش بقى. الله، مستني ايه؟ كل سيب اللي في ايده ويقف مكانه. ايه ده؟ مستني الباشا يوصل. يا كمال بيه. يا بابا. بابا. انت ايه اللي جابك؟ البوليس مسكهم واكيد جايين دلوقتي ورايا. انا عايزك تساعدني. يستاهلوا وانت كمان تستاهل. كان يوم اسود يوم ما خلفتك.